ايام كتير قليله عم ينحكى عن عوده ستار اكاديمي، اليوم حضرتك ما انه كنت طالبه بستار اكاديمي، خبرينا شو رايك بهذا الموضوع؟ صرت سمعتها من كذا حدا انه رح يرجع يبلش ستار اكاديمي، هذا الشيء كتير حلو انه نرجع نشوف برامج هواة، نرجع نكتشف مواهب حلوة وجديدة. النصيحة اللي بعطيها للتلاميذ اللي رح يفوتوا على ستار أكاديمي إذا رح يصير في ستار أكاديمي، إنه أول شيء يشتغلوا على حالهم، وأهم شيء يتعلموا الميوزك برودكشن، هن يعرفوا ينجوا لحالهم ويعرفوا يعملوا موسيقتهم لحالهم، ياخذوا من هالإكسبيريانس تحت، يعني ما يستنظروا إنه حدا يساعدهم تحت يعملوا شغل، بالعكس هن يعملوا شغلهم. خبينا بس سمعتي عن عودة هذا البرنامج، شو أول شيء تبادر لذهنك تذكرتيه؟ كذا شغلة، يعني وقت تقولي ستار أكاديمي بيرجع مليون صورة ومليون إحساس. الحياة بالأكاديمية كانت رائعة، الأصحاب يلي عملناهم جوا، بعدين هيدي الفيفر يلي صارت، يلي كنت أنا بعدني كتير طفلة يعني، وبتشوف العالم كيف بيتناقشوك، كيف بيصيروا، كيف بيعرفوا أقل تفاصيل عنك، هيدا الشيء كان كتير حلو. ومثلا في شغلة ما بنسيها وبقولها دايما، كنت التقيت بمرة بعد سنين من ستار أكاديمي، قالت لي شو صار فيك يا ماما، ما كنت نام قبل ما غطيكن. هيدا الشيء كتير حلو تتشوف انه بيصير بيحسوا حالهم اهلنا الناس. هيدا الشيء كتير بيفرح لقلبي، ان شاء الله كمان الجنراسيون اللي جايه يعيشوا هيدا الاحساس، هيدا الحب، الناس تتعاطف معهم تحبهم. اهم شيء ضلكم على طبيعتكم، ما تعملوا ولا شيء حتى تعجبوا حدا، كونوا انتو بس. رجعتي 20 سنة لورا، هل هيدي العشرين سنة اللي رجعتي لها قلتي بينك وبين حالك يا ريت في أمور معينة عملتها، أو قلتي خلص مرق الزمن؟ أكيد دايماً بتقولي، لأنه كل نهار بتكبري فيه، بتتعلمي أشياء جديدة وبتقولي ياي كان لازم أعمل هيك وكان لازم أعمل هيك، بس بوقتها عملت اللي يعني كنت نفسي بوقتها. هلأ صار عمري 42، دونك اختلف كيف بشوف الأشياء، اختلف كيف بتصرف، اختلف كيف بشتغل، بس ولا في وقت عملت اللي بقدر أعمله. مدام رولا سعد هي رح تكون أكيد رئيسة الأكاديمية، خبينا هل تتخيل الأكاديمية تكون بلا هيلدا خليفة؟ منا هيلدا؟ ما بعرف، أنا ما بفهم. حكى بعد ما حدا بيعرف، يعني حتى جربنا نتواصل مع هيلدا لسوء الحظ ما قدرنا. اليوم هل بتتخيلي إنه حدا تاني يقدم ستار أكاديمي غير هيلدا؟ ما بعرف إذا لازم، ليش لا؟ هيلدا بتجنن، يعني هيلدا آيكون كانت بكل شيء، بطريقة تقديمها، بشكلها، بطيبتها، بكل شيء، يعني خلص صارت مثل براند للبرنامج. بس إذا في حدا تاني ليش لا؟ ليش لا؟ يعني الساحة للجميع. وإذا نعرض عليك تكوني ضيفة ضمن هيدا البرنامج، هل رح تكوني من الأوائل؟ أكيد، أنا ما يعني بالنهاية أنا طلعت من هيدا البرنامج، هيدا البرنامج بيتي، شو ما بيطلبوا مني أكيد أنا موجودة. كانوا يقولوا إنه يمكن أنتوا كنتوا تنزعجوا من موضوع إنه موجودين بالأكاديمية ما تظهروا. وإذا هيدا مبدأ البرنامج، يعني أنا عارفة لوين فايتة، عارفة إنه أنا فايتة على برنامج ما بشوف حدا دوران 4 أشهر، بعرف إنه في فوكس معين لازم يكون على الشغل، بس ما في تواصل مع العالم برا. هيدا كان على وقتي أنا، بس كتير حلوة الإكسبرينس، لأنه بعرف إنه صعب إنه يكون الكاميرات كلها 24 على 24 عليك. ليك لا، طالما عارفة لوين فايتة وعارفة إنه في هالقد كاميرات، وإلا ما كنت أنا قدمت. كلمتك الأخيرة، إذا كان رح يكون في ستار أكاديمي، هل بتنصحيهم يعني اليوم كل شخص بحب يفوت على برنامج مواهب جيتكم الفرصة؟ إذا صار لهم يفوتوا، أنا لإلي كانت إكسبرينس كتير كتير حلوة، بس على قد ما هيدا الإكسبرينس حلوة، على قد ما هيدا الإكسبرينس موجعة، لازم تنتبهوا أنتوا إنه ما في شيء بيدوم، أنتوا اللي لازم تشتغلوا، أنتوا اللي لازم تشقوا طريقكم. خذوا من هيدا الإكسبرينس حتى يصير عندكم فيزيبيليتي، حتى الناس تعرفكم، تشوفكم، تعرف فنكم، وبعدين طلقوا طيروا بالحياة.